غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي تبدأ في مدينة شرم الشيخ يوم غد الأحد، وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى لدى مغادرته قاعدة الأصخير الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.